نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير حياكم الله يا شباب، يا مرحبا فيكم. اليوم موجودين، حياك الله يا ابو راشد. اليوم راح نناقش معاكم موضوع برنامج سفاري، وراح يكون بنقول لكم وين بالضبط، راح يكون مفاجأة لكم ان شاء الله. افريقيا اتوقع، تعودت عليها. معانا هالسنه ابو غانم، يعني شيء جديد بالنسبة له، ومعانا عبد الرحمن، سعد مباركة، يعني شيء جديد بالنسبة لهم. لكن واحمد طبعاً، أحمد بعد بيشارك معاكم. أحمد طيلة هذه السنوات ما شارك، لكن أصرينا أنه يشارك هذه السنة إن شاء الله. أبو خالد شاركت معنا في بوركينا، نعم، أول موسم. عاد أنا انتظر المفاجآت الحين إن شاء الله، مفاجآت وإثارة، مراجعك بوركينا إن شاء الله. إحنا صراحة المفروض يكون معنا الشيخ عايش اليوم. إيه صح، بالنسبة للشيخ عايش فيصل يسلم عليكم يا شباب، يعتذر منكم الحضور اليوم عند ظرف، لكنه مشارك إن شاء الله معنا البرنامج. أهم شيء يكون معنا بإذن الله. طبعا مثل ما أنتم عارفين، برنامج سفاري برنامج تطوعي ينقل صورة الميدان اليوم وتنفيذ الميدان لهذه المشاريع، وإيش المعوقات اللي دائما الميدان يواجهها. لذلك أنتم بتكونون بإذن الله يعني موجودين في العمل الميداني، وبتشوفون هذه الصعوبات اللي احنا تواجهنا. احنا اخترنا هذه السنة بإذن الله انكم تروحون الى غرغيزيا. غرغيزيا دولة مهمة بالنسبة لنا احنا كغطر الخيرية. افتتحنا مكتبنا غطر الخيرية في غرغيزيا نهاية عام 2016 بداية عام 2017. عندنا فيها مشاريع يعني كبيرة، وتعرفون يعني الجو مختلف تماما، يعني راح تواجهكم يعني كثافة ثلوج. بس هذا هو السؤال، غرغيزيا وين أبو؟ في أفريقيا. غرغيزيا في تعتبر في آسيا الوسطى. توزيع الأفرقة بيكون نفس كل سنة. هذا بعد أنا جايك في الكلام سعود، سبقتني. إحنا بعد عندنا شيء جديد بسبب كثافة الثلوج الآن والبرد اللي موجود هناك، فقررنا أن يروح فريق واحد مش فريقين، وبعدها يرجع الفريق هذا ثم يروح الفريق الثاني يطلع وينجز مشاريعه. أنت تخبر يعني عبد الرحمن جفال، تخبرون كنا نطلع. طيب تعطيني اقتراح كل الفرق. عندي اقتراح، تفضل. إذا بيروحون فريق واحد يروح جزء وجزء، إيش رأيك مثلا نخلي الفريق مخلوط، سفاري الخير يكون لوسيل اثنين مثلا ولدعم اثنين، الفريق اللي يروح يخلصون مشاريعهم يلتزمون معاهم الفريق الثاني اللي بيرجع الدفعة الثانية، اثنين من لدعم واثنين من لوسيل، وخلنا نتقابل أبو راشد هناك يكون يوم مشترك. والله شوف عبد الرحمن، هذا يعني التقسيم ما عندي مشكلة فيه وعلى راحتكم، لكن أن فريقين نفس المواسم السابقة يكونون هناك لا تعب. بس هو المميز براشد مثل ما ذكرت أخي عبد الرحمن، أن حللنا المرة يعني عادة الناس تعودوا على المواسم السابقة في تنافسية بين الفرق بين الأدعين وبين الوسين، فخلنا نقول السنة هذا المنتج الجديد أن الفريق موجودين الاثنين بنفس الألوان، لكن هالمرة يكون فيها بدال التنافس تشارك يعني. حلو، وكله يصب في العمل الإنساني يعني، وكله أجر بإذن الله تعالى. في نقطة مهمة ما تكلمنا عنها، شلون راح يكون تقسيم الأفرقة؟
من بيكون لوسير؟ السعود داخل قوة ترى الموسم هذا مبين. احنا نتبع نظام الاتحادات الدولية في هذا الشأن فنسوي غرعة. فالحين أول اسم من فريق لوسيل بيكون. انتهت المهمة في توزيع الفرق بعد أن استقر الشباب على أن يتوزعوا إلى فريقين. الفريق الأول سيضم الدكتور عايش القحطاني وعبد الرحمن الأشقر ومحمد غانم المهندي وأحمد العلي، سيذهبون في الأيام الأولى إلى قرقيزيا ليبدأوا في تنفيذ مشاريعهم. بينما أعضاء الفريق الآخر وهم عبد الرحمن الحرمي، جفال الكواري، سعود المضاحكة، عبد الرحمن الشمري سيبقون في الدوحة ليلحقوا بالفريق بعد انقضاء نصف المدة. برنامج سفاري الخير بدأ أول مواسمه في أفريقيا وبالتحديد في بوركينا فاسو، ومن ثم انطلق إلى إندونيسيا في نسخته الثانية لتكون النسخة الثالثة في بلاد البلقان، حيث زار فريق سفاري الخير ثلاث دول وهي البوسنة والهرسك وكوسوفا وألبانيا، ثم قرر الفريق أن يرجع من حيث بدأ إلى إفريقيا إلى دولة غانا ليفتح مكتب قطر الخيرية هناك. وبعد أن شاهد حاجة الناس الماسة في أفريقيا أخذ على عاتقه أن يقوم على عمل النسخة الخامسة في إفريقيا أيضا، فكانت وجهته في السنة الماضية هي دولة مالي لينجز فيها الفريق ما يقارب من 80 مشروعا والتي عادت بالنفع على أهالي مالي، ليقع الاختيار في هذه السنة على قرقيزيا والتي تعمل فيها قطر الخيرية منذ ما يقارب 10 أعوام أنجزت فيها الكثير من الأعمال. تواجد جمعية قطر اليوم في تقريبا أكثر من 60 دولة، تتحدث عن جمعية تقريبا عندها 26 مكتب إقليمي، يعني مو بشيء سهل. اليوم أنا لما أفتح في دولة من الدول مكتب إقليمي بكل ستافي جمعية خيرية فيها تدير تلك العمليات والمشاريع الخيرية والإنسانية، اليوم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر ما تصدق لك على أي معاملة أو توافق لك على فتح مكتب إقليمي إلا بعد مراجعة الكشوف ومراجعة هذه الجمعية والستاف اللي موجود الإداري داخل عن طريق برنامج اسمه Work Check. أبو عبد الله البرنامج هذا برنامج عالمي تلقاه موجود في كل مكان، لكن من اللي عنده؟ فقط المصارف الدولية العالمية. احنا شاركنا في رحلات كثيرة مع قطر الخيرية وفي برنامج سفاري الخير في عدد من الدول، دائما ألاحظ أن آلية العمل ممنهجة ومدروسة ومخطط لها، فقطر الخيرية والحمد لله تنفذ هذا كله وبدقة، والمشاريع عندها مشاريع تنموية مدرة للدخل تخدم أسرة مجتمع بشكل عام مش شخص واحد فقط. تدري أبو عبد الله كنت أشوفكم قبل تروحون مشاريع كبيرة وكثيرة في أكثر من دولة، كنت مسؤول في الهيئة قاعد على الكرسي وأراقب العمل الخيري والإنساني وتيني الملفات جاهزة وأشوف، كان خاطري أن أنا أروح رحلة أشوف. سبحان الله كان حلم عندي أن أنا أروح مع هذه الجمعيات أو المؤسسات أشرف وأشوف هناك في البلد ايش قاعد يسوون، والحمد لله رب العالمين اليوم الله وفقني بخوتك وخوة اخوان شمل اللي ويانا ربعنا كلهم ان شاء الله اني اشوف الاعمال الخيريه على ارض الواقع، اشوفها انقل الخبر اللي موجوده، فان شاء الله يا رب ان شاء الله ان نتوفق في هذه الرحله السعيده. الله اي والله واخوتكم صراحه ان شاء الله يا ابو عبد الله. والله اخوتك شرف يا ابو غانم. الله يجزيك. انا اشوف ان الجو برود تزادت وعندنا من الصبح زياره. انا والله مستحي جمعيه قطر الخيريه بنقعد قاعده طويله نشوف المشاريع ونتعرف عليها. ما تمل وياك يا ابو عبد الله، لكن شو اسوي؟ هذا انا متحزم حالتي حال مختفي، لكن يلا توكل على الله. اي والله ترى وصلت مرحله خلاص جمت. يلا بسم الله. يلا توكل على الله بسم الله. بالنسبة لي بصالح سفاري الخير أنا ما أشوفه برنامج تلفزيوني تنموي وخلاص، أنا أشوفه حالة كاملة من العطاء، انك تعطي الشخص حاجه بغض النظر عن خلينا نقول عن جنسه عن لونه عن
دينه، وانك تعطيه يعني شيء وتحسس الشخص انه ما شاء الله ايش قد هو، ايش قد يعني لك هذا الانسان. مقطع كلامك له بالخير، كان ربع وصلوا حياتهم ما شاء الله، حياك الله حيهم ابو غانم ابو عبد الله، والله من الشخصيات اللي تشرفت بمعرفتهم في البرنامج الطيب. لازم تشاركونا، عندنا حوار وجداني ممتع. حياك حياك ابو عبد الله. تعبانين سهرين والله، اقول لك ميتين من البر. متقعد تقعد يا ابو غانم، اقعد ابو عبد الله. وراك يا اخي قاعد مطولين عليكم، اقعدوا. اذا على قولتك وجداني، لا بالله بنقعد، انا بشوف الوجدان هذا شنو. حياك حياك ابو عبد الله. على موضوع العطاء، طبعا تشوف العطاء يا بعوف، العطاء قيمة عظيمة صراحة. اليوم احنا لما نشوف فرحة المستفيدين من المشاريع، من الخدمات اللي احنا نقدمها، فعلا تحس بلذة وشعور لا يوصف. لما اتكلم اليوم عن سفارة الخير، هذا البرنامج اليوم انا اشوفه تنمية متكاملة مستدامة فعلا، يعني خرج عن اطار انه هو مجرد برنامج ممكن انت تشوفه على شاشة، لا، هذا اليوم يمثل الميدان. شكلكم قاعدين تحللون البرنامج انتم. زين يا جماعه، ايش رايكم ان احنا نمشي الحين؟ لان مكتب غطر الخيريه احنا مقرر لنا زياره نزور، على اساس ان نشوف الطلبات اللي تقدموا فيه المستفيدين، وان شاء الله ان المستفيدين باذن الله يكونون فعلا مستحقين، على اساس ان هذا بيوفر علينا ترى جهد. احنا بنقابلهم وبنجتمع وبنشوف الورق وبنستكمل الاوراق كلها، وبنتوكل على الله على اساس ان نستكمل باقي الاجراءات ان شاء الله. يلا مشينا. يلا. بسم الله. أكلنا. يلا يا الله. أسعد الله صباحكم في أول يوم في قرقيزيا ومن العاصمة بشكيك، وفي هذا الموسم الجديد اللي اجتمع فيه فريق الأدعم وفريق لوسيل مع بعض علشان يشكلون فريق واحد اسمه فريق سفاري الخير. الفريق الآن متوجه إلى مقر جمعية قطر الخيرية في أول مهام عملهم. مرحبا بكم يا شباب، أهلا وسهلا في مكتب قطر الخيرية. حياك الله دكتور. أحب في البداية أعرفكم بفريق قطر الخيرية. الأخ أبو فردوس مسؤول الرعاية الاجتماعية، والأخ همام السمان مدير البرامج والأنشطة، والأخ عبد الحق زروال المحاسب الميداني، والأخ برات منسق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مكتب قرغيزيا. تم العمل وتجهيز قصص وحالات وأنها جاهزة، سيبدأ العمل عليهم والحديث معهم. ما شاء الله ممتاز. احنا دكتور نبي أشد الحالات احتياجا، ونريد مشاريع متنوعة ومدرة للدخل وهادفة وتنموية، وودنا إن شاء الله خلال الفترة هذه نحن نتعرف على احتياجات ومناطق هنا في قرغيزيا، وايضا الطلبات اللي وصلت المكتب واللي سويتوا لها دراسه. ودنا ايضا نلتقي بالحاكم الاداري للمدينه اساس ان احنا نعرف منه اكثر عن احتياجاتهم. ايضا نحتاج دكتور ان احنا ننسق مع المؤسسات الحكوميه، منها وزاره الصحه وكذلك وزاره التعليم، للاطلاع عليهم والاطلاع على مشاريعهم ومناقشتهم في أشد الاحتياجات فيما يصب في عمل وزارة التعليم ووزارة الصحة. يعني إحنا نحتاج تنسيق فعلا من قبلكم، من قبل المكتب، تقومون لنا بهذه الزيارات إن شاء الله في وقت لاحق. شكرا، هذه فكرة جميلة الحقيقة. نحن الآن بصدد اتفاق مع وزارة التعليم وبرنامج الغذاء العالمي والمجتمع المحلي في مشروع الإطعام التلاميذ، وهذا المشروع فيه يعني تضافر هذه الجهات الثلاثة، قطر الخيرية من ناحية، برنامج الغذاء العالمي، ووزارة التعليم من ناحية أخرى، والمجتمع المحلي. الصراحة أيد في فكرة نحن في تأسيس الأطفال في المراحل العمرية، بحكم أن جدا نأسس الأطفال، لأن إذا أسسناهم من هم صغار راح يكبرون، راح يعطون المجتمع أكثر وأكثر. بارك الله في جهودكم، إحنا ممكن يعني ننجز نصف المهمة فقط، لأن إحنا ملتزمين ببرنامج معين بتنفيذ مشاريع لفترة معينة، لأن هناك فريق ثاني جاي من قطر إن شاء الله راح يكمل المسيرة بإذن الله ويكمل معاكم هذه المهام. هذا أنا يهمني الربع أكثر، نتعرف على المنسق اللي راح يتواجد معنا طول الرحلة، لازم نعرف، عرفنا عن نفسك. اسمي برات، وسوف أرافقكم في هذا البرنامج المبارك كمنسق ومترجم، وعندي دراية تامة بالمواقع التي سوف نزورها والمشاريع التي سوف أنتم تحققونها وتنجزونها. على بركة الله، المستفيدون ينتظروننا، ما رأيكم نلتقي معهم؟ توكل على الله. في عام 2017 تم افتتاح مكتب قطر الخيرية
في قرقيزيا ليكون مكتبا إقليميا يقوم على مراقبة وإنشاء المشاريع بالمزيد من الرقابة والحرص على الجودة والسرعة في الأداء. قطر الخيرية ومنذ افتتاح مكتبها تسعى لتكثيف جهودها لصالح الشعب القرقيزي وإسهاما منها في تخفيف معدلات الفقر والبطالة، حيث عملت على العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وكان أهمها كفالة أكثر من 3500 يتيم ودعم المراكز التعليمية وحفر الآبار وبناء وترميم بيوت للأرامل والأيتام إلى جانب بناء المستشفيات والمراكز الصحية. وتم العمل على مجموعة من حملات الإغاثة العاجلة. وبدأ اجتماع الشباب الأول في مقر جمعية قطر الخيرية علشان يسمعون من المستفيدين وإيش الأشياء اللي يمكن يساعدونهم في إنجازها. مينات مقدس. أنا اسمي مقدس ولدي 6 أبناء. بالسابق كنت أعمل ببيع الخضروات، ولكن محلي احترق بسبب الكهرباء وفقدت البضاعة ولم يتبقى لدي أي شيء، وأفكر الآن بإعادة افتتاح المشروع. كم المدة اللي اشتغلتي فيها في مجال الخضروات؟ 3 سنوات. أختي مقدس، كونتينرك الأول احترق، في حال تنفيذ هذا المشروع الكونتينر الجديد للخضروات كيف يمكن أن تضمني تحقيق عوامل السلامة فيه؟ لقد اطلعت على تعليمات السلامة الخاصة بالدفاع المدني وسأنفذها كاملة لتجنب حدوث ما قد حصل، والآن أولادي كبار سيساعدوني في المحل الجديد. أنت قمت بزيارتها سابقا؟ نعم، زرت كونتينر لها ووجدت كونتينر تعرض للحريق بسبب الكهرباء وما ولم يتبقى من كونتينر شيئا. طيب يا أختي مقدس، إن شاء الله راح يتواصل معك تقدسون وبرات لزيارتك في أقرب وقت ممكن بإذن الله. بصراحة يا جماعة، إذا المشاريع كلها مثل هذه أنا متفائل خير بإذن الله. وأنا أقول نقسم المشاريع بيننا وبين أخواننا اللي بيجون عقب، بس أقترح ناخذ إحنا المشاريع السهلة ونخلي الصعبة والكبيرة لهم. استغلال الوقت يا ربع، خلونا نشوف أكبر عدد من المستفيدين وعقبها نختار. ها سبحان الله، شوف توك تقول نعطيهم الصعب ونعطيهم السهل. هذا عبد الرحمن الحرمي متصل. عطني يا فريقي، هو عطني يا خنا. يلا رد عليه. يلا حي ابو خالد، ايش حالك؟ عساك طيب. بعد هذا الحوار ولقاء اول شخص ممن تقدموا الى الجمعيه، بدا نجوم سفار الخير بلقاء المستفيدين واحد بعد الثاني علشان يسمعون لهم عن قرب ويعرفون احتياجاتهم. العدد كبير والمشاريع كثيره، لكن باذن الله ستتم المهمه على خير وسلام. أشوفك بنشارك. أحس لا والله أحس براحة صراحة مو طبيعية. الحمد لله بعد هالحالات اللي قابلناهم وما شاء الله، يعني مشاريعهم صراحة تحس إن كل واحد في مجال اللي إحنا نبغيه يكون في مجالات التنمية. بصراحة يا جماعة الخير أنا زاد توتر الصراحة، بس العدد هذا ليش؟ العدد تحس إنه يعني كبير، بس إحنا إن شاء الله يعني إحنا قدها وقدود، وهذا أعطانا فرصة كبيرة إن إحنا يعني نحاول ننجز مشاريع كبيرة ونجهز المخطط على ما يجي الفريق الثاني بإذن الله. صحيح يا جماعة، هي نقطة مهمة، لكن لازم نترك لإخواننا بعض المشاريع، وأيضا لازم نترك لهم حرية اتخاذ القرار فيها. اي بس بعد ابو عبد الله، انتم لازم تفكرون بعد بصوت عالي. الحين الملفات موجوده، الاوراق موجوده، فاقول لكم ان احنا لابد ان احنا نفرز هذه على اساس ان ننظم عمل، نفرز المشاريع هذه، نطلع تنموي ما تنموي، نطلع المشاريع نوعيه ونقعد ان احنا نسوي لنا استبيان معين بيننا وبين بعض، وبعد ذلك بعد التغييم نطرش حق الاخوان عن طريق الايميل. نقسم المشاريع ونشوفها بالترتيب وعقب نطرش لهم الايميل على حسب جدول يعني العمل. انا اقول كذي بعد، يعني توكل على الله. واحنا يا بارات ترى ارجو انك انت ترشدنا بطريقه صحيحه ان شاء الله حتى نبلغ الهدف ان شاء الله. بارك الله فيكم. انا جهزت لكم الزياره لمشاهده مباراه الشعبيه القرغيزيه، وهذه المباراة تسمى كوكبورو، يعني سحب الجدي. وانتهت حلقة اليوم من اليوم الأول لشباب سفار الخير في قرقيزيا. وبعد هذه اللقاءات للمستفيدين بدأت الرؤية عند الفريقين تظهر بشكل جيد، وعليهم مهمة كبيرة هي تجهيز الكثير من المشاريع وإنجازها في وقت قياسي.
فهل سينجز الفريقين هذه المهمات اللي رسموها لأنفسهم؟ نراكم في الحلقة القادمة. نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير